احنا الفتره اللي جايه محتاجين نفتح منافذ كتير في الدول العربيه دول اوروبيه. احنا ايه اللي محتاجينه عشان نفتح الاسواق دي؟ محتاجين رقابه على الجوده، دي اول حاجه. محتاجين ان المنتج اللي يطلع لازم يكون ليه مواصفات، ولازم يكون فيه رقابه عليه، ما يبقاش اي حد بيحط اي حاجه في كونتينر وبيصدره، وممكن ينزل يا اما يحسن السمعه يا اما يسيء للسمعه. فهي بتبقى عايزه رقابه اكبر من الوزاره، وعايزه رقابه ان المشاتل كلها تتسجل تبع الوزاره، والوزاره تبقى عندها داتا بالمشاتل، ويبقى في كنترول على المشاتل دي دوري. احنا عندنا ناس ممتازين جدا وفي الوزاره وفي المعاهد البحوث، معهد بحوث البساتين، عندنا ناس كفاءات عاليه جدا يقدروا يشرفوا على المشاتل دي ويجهزوا حتى المشتل الصغير يقدر يجهزوه انه ينتج انتاج صالح للتصدير. في الحالة زي دي هتبقى قاعدة الجودة بتوسع، وبالتالي نقدر احنا نجيب اسواق كتيرة، لان انا من مصلحتي ما كنش انا المصدر الوحيد، انا من مصلحتي ان يبقى في كذا مصدر موجود وكذا شركة على مستوى عالي جدا، ان احنا نقدر نجذب السوق. يعني انا بضرب دايما مثل بيها ان الصاغة ذهب، محل ذهب جنب محل ذهب. فاحنا محتاجين اشراف من الوزارة، ومحتاجين من الوزارة اهتمام اكبر بمعرض زهور الربيع. معرض زهور الربيع طبعا من معرض بقاله 108 سنة واتطور في السنين الأخيرة، وبنطلب ان احنا يعني يكون في اهتمام باكتر وتحديد مواعيد ثابته، ويعني ان شاء الله في حوارات موجوده مع الوزير بخصوص تحديد الموعد القادم يعني للمعرض. المعرض ده ممكن يبقى لانه بيقعد مده طويله، فممكن ان احنا بنعمل دعوات لمعظم العملاء بتوعنا في الدول العربيه بالتحديد، لان هذا السوق الخاص بموضوع نباتات الزينه الخارجيه. الاوروبا زي ما قلت لحضرتك لها منتجات معينه، فدي نقدر نعمل ليه دعاية كاملة في الدول العربية، وممكن احنا كشركات نعمل نساعد في موضوع الدعاية، ونساعد في استقبال العملاء اللي عايزين يجوا سواء بالإقامة سواء بالتنقل. بس محتاجين المعرض يتعمل له خريطة ثابتة تكون مريحة لينا احنا كمنتجين وكشركات، ان احنا نقدر ندي مواعيد ثابتة للعملاء يجوا يزورونا. لان برضو لازم الف نظر حضرتك لحاجه، السعوديه فيها طفره كبيره جدا في موضوع الرياضه الخضراء وموضوع التشجير، ومصر جزء اساسي في هذا المشروع من مشروع نيوم والمشاريع اللي بتتم في المملكه، ومصر داخله معاه يعني في اتجاه لزراعه ملايين وعشرات الملايين من الاشجار عشان تحسين البيئه، ومصر هي جزء اساسي فيها، لان مصر بلد زراعيه واقرب دوله للدول الخليج، وهم داخلين في موضوع التطوير ده بشكل قوي. فمحتاجين فعلا ان يبقى في معرض نقدر ندعو هذه الشركات وشركات اللاندسكيب في الدول العربيه والمنتجين اللي هي بيسموها المحليات هناك او البلديات. فمحتاجين ان احنا نحدد يعني ميعاد ونعمل نظام يكون فعلا يعني نظام محترم ان احنا نقدر نجذب الناس دي.